أثار تنفيذ إيران لتهديدها بالرد على الهجوم الذي طال قنصليتها في سوريا بضربة جوية مباشرة ضد إسرائيل تساؤلات بشأن خيارات الرد الإسرائيلي على هجوم الليل في ظل خلافات حادة نشبت بين القادة الإسرائيليين وفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الحرب قوله إن مستوى الهجوم الإيراني كان أعلى مما كنا نعتقد. مجلس الحرب الإسرائيلي بحث الرد على إيران وذكر موقع ولا الإسرائيلي أن استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني من ضمن خيارات الرد، وأضاف أن هيئة الأركان تبحث استهداف قيادات عسكرية إيرانية بضربات دقيقة، وأنه قد يتم ضرب هدف رمزي بالداخل الإيراني مثل مؤسسة حكومية أو حقل نفطي. وأشار الموقع إلى أن الجيش يدرس إمكانية استهداف السفن الإيرانية كأحد الخيارات، وختم بأن إسرائيل تدرس الرد بعناية من ناحيتي التوقيت وتداعياته. الولايات المتحدة بشخص بيني غانتس وأيضا جالنت وزير حرب العدو موجودة على طاولة القرار. هل يتمكن نتنياهو من انتزاع موافقة من الولايات المتحدة للذهاب باتجاه الرد؟ إلى أي مدى اليوم تستطيع إسرائيل أن تلتزم بالقرار الأمريكي؟ لأنه الموضوع موضوع إقليمي، ولأنه الموضوع يمس المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ولأنه كما هو واضح من خلال يعني عدة معطيات سواء فيما يتعلق بطوفان الأقصى وطريقة مقاربة موضوع غزة وصولا إلى ما حصل في الأمس، وما حصل في الأمس مؤشر مهم جدا أن الولايات المتحدة هي التي تقرر هذه السياسة الخارجية. رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بأن إسرائيل ستحقق النصر، وكتب عبر حسابه على منصة أكس: اعترضنا وتصدينا، معا سننتصر. من جهته قال وزير الحرب الإسرائيلي يواف جالنت أن احتواء الهجوم كان مثيرا للإعجاب والأضرار كانت طفيفة، مؤكدا استعدادهم لأي سيناريو وأن المواجهة لم تنتهي بعد. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لديهم فرصة هائلة لقيادة هجوم سياسي ضد إيران، وأنهم تلقوا عشرات رسائل الدعم من العالم، وأضاف: نحن بحاجة إلى تحديد هدفين وهما تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وتعزيز فرض عقوبات فعالة ضد إيران.